اليوم جيت نتكلم على واحد الملاحظه كنلاحظها كيديروها بعض الصناعيه في هذه الروزه. هذه الروزه اللي كتجي مع لي روبيني ايكير بعد الصناعي. حنا ما نقولوش باش صناعي ولا درباز، هذه ما حنا كنقولوا كيديرها واش سهل ولا كيقول خليتها مول حتى الكليان غادي يحيدها. هي واحد البلاستيكه كتكون هنايا زرقاء، كتلقى مركب هذا هكايا وباقا راكبه تما هذيك ديك البلاستيكه، في التحيات ديالها كتجي صعيبه. حبذا ان الانسان فاش يبغي يحيدها بحال دابا مثلا هذا روبيني ايكر بحال هذا، روبيني ايكر بحال هذا هو كيجي كتجي غوزه في هذا الفوق، هذا كيجي من هنا وهذا كتجي هنا. هادي علاش كيديروها؟ كيديروها باش ما تجرحش، هادي باش ما تبانش المجروحه ديك الكرونوز. هادي كتحيد قبل ما تركب، كتعلاش عبرت في الحراره ما كتبغيش تحيد دغيا، كتكون صعيبه. هي دابا الحراره ما كتبغيش تحيد، الحراره كتكون مركبه في الحيط غادي يحيدها من الدار مثلا، ولا تحيدها انت يا ولاد. من الاحسن الانسان فاش يبغي يركب هاد الروزه هادي يحيدها من الديبار، حتى ما عندها حتى شي معنى انك تركب انت مثلا تجي غتركب روبيني ايكر بحال هكا ويجي لك مثلا الزرقيه هادي. هادي غير لحظه شحال من واحد غير لحظه القضيه هادي غير لاحظ بان كنت عنده الزرقيه. دابا الناس في الديور ديالهم راه غير لاحظوا هذه المساله هذه، كتلقى عندهم هذه البلاستيك هذه لاصقه، هذه كتحيد حيدها كيبقى الكروم. نتمنى تكونوا استفدتوا، ونتلاقاو ان شاء الله في موضوع اخر. الله يعاونكم.